من أرض السلام من مدينة شرم الشيخ ننقلكم فعاليات المهرجان الدولي الرابع لقصار القامة لسنة 2022. علي شعبان واللجنة المنظمة بكأس أحسن مدرب في البطولة للكابتن محمود الحضري. عندنا جنود مجهولة في الأمر دوت وفي البطولة، وكانوا سبب لنجاح البطولة الكابتن حمادة راضي من صالة مدينة شرم الشيخ الرياضية. الأستاذ والكابتن أشرف كمال من مدينة الشباب الرياضية. آخر حاجة هنعملها قبل البطولة بقى والكاس، اللاعب مصطفى العفي، وهدية خاصة له من رئيس المهرجان ورئيس المنتخب المصري علي شعبان، أحسن لاعب في منتخب مصر في البطولة. لحظة تكريم لأحد الجنود المجهولة في التنظيم الأستاذة مي مصطفى. استئذان بسيط جدا بعد اذن اللجنة المنظمة، الاستاذة ريم العيني تكرم المنتخب المصري رئيسة الوفد الفلسطيني اللبناني حاليا. أكثر لاعب في البطولة محكوب لاعب السودان، وهدية خاصة له. السلام عليكم. أول شيء مبروك يا إخواني الأهلي. أنا أول مرة أشارك في منتخب سوريا معكم. شكراً للأهلي. شكراً للنشاط الأردني. شكراً للسودانيين والأردنيين ولمنتخب سوريا. إحنا كابتن طبيب أعطاني مكانة هذا الموضوع. تكريم الأهلي ضاع. كابتن سوريا شكراً لك. اللحظة الحازمة انتباه لكل الناس،
لحظة حمل الكاس، وقائد المنتخب المصري احمد عبد الرازق ابو سجدة، وكأس البطولة، كأس البطولة العربية للمنتخب مصر الفائز بالبطولة. الف 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 مبروك، الف 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 مبروك، الف 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 مبروك لمنتخب مصر. والبطولات اللي جاية كتير، البطولات اللي جاية كتير. مبروك لمصر، مبروك لمصر، مبروك لمصر. كأس بطولة العرب الاولى 22-22. الف مبروك للمنتخب المصري، مبروك للفئة الفرق الحائزة على المراكز الاولى، منتخب العراق ومنتخب الاردن المركز الثاني، منتخب الاردن المركز الثالث، منتخب العراق. مبارك ليكم جميعا، الف مبروك لكل العرب. ثواني. لحظة تكريم، ثواني يا شباب. ألف 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 مبروك، ألف 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 مبروك